السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المبنى الرائع كان قصر الإسماعيل باشا المفتش، وهو موجود الآن بشارع المختلط أو شارع إسماعيل باشا سابقا. تم إنشاء هذا المبنى عام 1870، وذلك ليكون نزلا يليق بالخديوي عباس عندما يزور مدينة المنصورة. وهو الآن مقر محكمة الاستئناف الحالية بشارع المختلط. مبنى رائع. قصر إسماعيل باشا سابقا شارع المختلط. وما زلنا نتحدث عن قصر إسماعيل باشا، والذي هو الآن مقر محكمة الاستئناف بشارع المختلط. أنا أود أن أؤكد أنه في أواخر عصر الخديوي توفيق خصص هذا القصر لكي يكون أحد المحاكم المختلطة، وهي محاكم أنشئت في مصر في ذلك الوقت ليتقاضى إليها رعاية الدول الأوروبية الذين كانت المعاهدة تمنع تعاملهم مع القضاء المصري المحلي وقت ذاك. وقد ألغيت المحاكم المختلطة في عموم مصر في عهد الملك فاروق، وذلك اعتبار من 15 أكتوبر 1949 بموجب القانون رقم 115 الصادر في 12 يوليو 1948، ومن ذلك التاريخ الخالد كانت بداية محكمة استئناف المنصورة الموجودة حاليا بشارع المختلط. هذه هي معالم قصر إسماعيل باشا بشارع المختلط بالمنصورة. قصر رائع. قصر إسماعيل باشا سابقا تم إنشاؤه 1870 ميلادية، وذلك ليكون نزلا يليق بالخديوي عباس عندما كان يزور مدينة المنصورة. وهذا البناء الضخم الرائع ما زال حتى الآن يحتفظ بقيمته الفنية والتاريخية. شكراً.